ضد جيش بانبان العملاق. او ماي جاد، كل ده سبب جيش لبانبان. اوف، ده اكتر جيش لبانبان حصل في اليوتيوب كله. طلبتوا مني يا شباب ان انا اعمل فيديو ما بين عيلة بامبان وعيلة رأس التلفاز، وهجيب كمان رأس التلفاز الجديد. طيب يا شباب، قبل ما نبتدي الفيديو دوت، عاوزين نشوف كده دعمكم يا شباب في اللايكات. اهم حاجة يا شباب تعملوا لايك للفيديو دوت على بال ما نروح نشوف رضا محمص فين. ودلوقتي شباب، طبعا انتم عمالين بتسألوا ابو النجا واقف بيعمل ايه، بيبحلوا كده علينا وانت عامل له ممر شرفي. لا يا شباب، ده انا جايب ابو النجا كده ضيف شرف عشان هو يستحق اللايك والاشتراك وبيسلم عليكم كتير. ازيك يا بونج، عامل ايه يا حبيبي؟ والله وحشنا صاحبي، والله وحشني يا ابني. معرفش انت وحشني قد ايه، هنعمل فيديو قريب ما تقلقش يعني. كفك على كفك على. ماشي يا شباب، دلوقتي الشباب بعد ما عملتوا اللايك، احب اعرفكم على الشخصيات اللي معانا. معانا ست ام التلفاز، وراس التلفاز الجديد بالسكن دوت، وراس التلفاز الجديد اللي بالسكن دوت برضو، ومعانا ست ام التلفاز المتلفزه، ورجل التلفاز العادي خالص اللي وحشته، ودوت يا شباب رجل التلفاز اللي هو كاوبوي الجديد كده. شباب ده له شخصيه تحس ان هي قويه، بس هي مش قويه يعني. هو قوته في سلاحه يعني، هو بيضرب بالمسدس ده بس يا شباب، يعني دي قوته. انما ست ام التلفاز هي التوب، وكلنا عارفين كده طبعا ان ست ام التلفاز هي توب التوب 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 التوب. تمام يا شباب، دلوقتي شباب هنروح يا شباب نشوف الواد المتحمس دوت. انا محمص، انا هو قاعد تعال في البانيو يا ابني هنا جنبنا دوت. حومه دوت، انت جاي تتلايف دلوقتي يا ابني؟ يا عم اقول لك ايه؟ طيب اقول لك ايه، عملت لايك ولا لا؟ يلا يا رد يا انت يا ابني، انت نايم اصحى يا هلا ولا هلا. اوه بوم مش معروف، اديك في السقف اتمحر، اديك في الارض اتفق. يا ابني قوم يا ابني. الله، ما تقوم ياض كده ياض، واظبط حاسب ده كده حاسب. المغز المغز المغز، ايه ما بتردش عليا ليه؟ بص لي كده، ما بتردش عليا ليه؟ ده نايم يا شباب، يبقى كده المحمص نايم. طب هركنه على جنب يمكن يصحى ولا حاجه. خد ياض، تعالى كده تعالى يا ابني، انت يا ابني يا ابني يا حبيبي. ايه ده؟ قيمة يا شباب الموت، ده سبايدر مان، سبايدر مان. بص ما يتعامل كده يا شباب، بص سبايد. استنى بقى كده، وابا استنى، يلا سلم على الجمهور بتاعك. ازيكم يا احبابي، ازيكم يا اصحابي. يا ابني انت يا ابني بتعمل كده ليه يا ابني؟ قوم ياض، قوم اتعدل ياض، مش كده امال. استنى يا شباب، تعالى نشنقه هنا على جنب. خد ياض، اقف هنا، اقف. ده لو جه لاني بعمل فيه كده هينفخ. اقف هنا، اقف هنا، ايوه. اوب اوب، بتعمل ايه يا ابني؟ تعيد غوريا. استنى بقى كده، ايوه زي نزل سوست. ايه ده؟ هيكمل نومه يا ابني، انت بتنام في اي حته في الشارع. استنى يا شباب نجيب له البانيو ده كده، هوبا هوبا، ايوه عشان ما حدش يشوفه، بس بس كده، ايوه. ادي طلعت لبره. تمام يا محمص، تمام هو تمام. يلا بينا يا شباب دلوقتي نعمل معاركنا اللذيذة. وعلى فكرة في معارك كتير في الفيديو دوت، زي ما عودناكم مش بنعمل معركة واحدة ونقفل، يعني هيكون في معارك كتيرة جدا، كتيرة خالص. كده صح ابو النجا، نعمل كام معركة النهاردة ابو النجا؟ هنفاجئ الجمهور. يلا يا شباب، بس هنوضح كده ابو النجا. يلا ابو النجا توكل انت على الله. وبعد كده يا شباب نشوف ايه موضوع المحمص كمان اتاكل. ماشي، يلا تعالى يا شباب نشوف موضوع طب ابتدي الحرب على كده. طيب هنقول 3 2 1 يا شباب، واعمل لايك. اهم حاجه لايكك الجميل يكون اتعمل يا صاحبي، عشان خاطر نبتدي المعركه ما بين الامور الصغنطوط دوت والناس اللي بقول لكم هياكلوهم. يعني مش محتاج، انتوا طلبتم مني كده بس انا عارف ان هياكلوهم. يعني ده منظر، ده منظر، ده الشريف وفاكرينه ده منظر واحد يخش معركه مع جيش رأس التلفاز. طب ده يدخلوه معركه مع توم وجيري، دخلوه معركه مع يعني ده منظر واحد يخش معركه مع جيش رأس التلفاز. طب يعني انا مش عارف اقول ايه. طب ازودهم في العدد، هجيب لهم جيش كبير من بامبان. طب يا شباب بصوا يا شباب، هنا في جيش كبير جدا من بامبان. بص يا شباب هجيب لهم العنكبوت ده وقوي برضو. ايوه يا شباب العنكبوت ده وقوي يا شباب، حلو كده. ونجيب لهم الرجل الاخطبوط ده وقوي برضو، يعني يسندوا في المعركه شويه صح؟ ايه نحوطهم بيهم كده من فوق. ايوه اعملوا كمين، اعملوا كمين، تعالى كده نجرب. يلا يا شباب سري، بس تعالى احنا نستخبى عشان الراجل دوت قناص وانا بخاف منه. تعالى بس نستخبى كده فوق. الحارس الذين يهاجم الشر. 3 2 1 اوه شيت، كله مات
كله مات كله مات. اجري انت عبد ماندو اجري. ايه ده ايه ده؟ هو في شباب 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 شفتوا اللي حصل؟ الراجل ده شرير، الراجل ده ضرب جيش التلفاز تقريبا اهو. طب ام التلفاز فين؟ لا 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 كده في مؤامرة، كده في حاجة غلط. استنى انت مين ده؟ رأس التلفاز اللي اخطبوطي. اطلع فوق بس كده، مش قادر اشيله مش قادر اشيله. تعال لي هنا تعال لي هنا. ولا ولا ده طوع عليا ولا ايه؟ طوع انت يا ابني، طوع بالسلو موشن اهو. وقع هنا اهو. فين ام التلفاز؟ فين ام التلفاز؟ ده مين دي؟ مين دي؟ انزلي لي انزلي لي. ام التلفاز دي؟ ام التلفاز؟ استنى كده. لا يا عم مستحيل تكون ماتت. لا انا نزل لها. اوف اوف عادل عادل اللي تحت بالمصاد. ماشي انا هرجع لهم تاني. ايه يا عم في يا عم لسه بيقول يا هاد؟ نسيت اوقفهم يا شباب. استنى استنى ده مين ده؟ دي الست ام التلفاز. خلي في بالكو يعني الراجل ده طلع شرير. طبعا هو قضى على جيش بنبان كله بضربة واحدة، وبعد كده خان جيش التلفاز هو حراسه. يبقى كده يا شباب لازم ناخد حق الست ام التلفاز واخواتها وعيالها. يلا يا شباب كده نشوف الموضوع دوت، عشان خاطر انا زعلت جدا. تعالى بس نشيل كل الجثث دي كده وننظف الكلمات، عشان خاطر بقى يا شباب هنجيب الست ام التلفاز هتاخد حقها من الراجل الشرير دوت. كان معاه 2 حراس وهو صح يا شباب. ايوه هو رجع بس كده شويه لورا. تعالى نديلك سكنها حلوه كده. ايوه سكن 2 حلو ده. وانت ولد خد السكن دوت كمان. ولد خد سكن ايه؟ 1. وانت خد سكن 3. حلوين كده شباب. ايوه حلوين حلوين جدا. طبعا عبد ممدو جاي يجيب حق الست ام التلفاز القويه. تعالى يا ست تعالى هلعب بيك. انت ليش؟ انا هتحكم فيك. تبقى معركه قويه واجيب معاكي. بلاش ده حارس اهم عندهم واحد عملاق. ايه ده انت هم واقفين هناك؟ احنا نيجي نقف هنا بقى؟ ايه الغباوه دي؟ تعالى انت يا ست انت انزلي هنا يا ست. ايوه وتعالى بقى هات الراجل القوي دوت. ايوه ده قوي ده هيجيب لك حقك ده ما تلاقيش. وهاتي معاكي الحارس العادي بتاعك دوت. ماشي حلو ده. تعالى يا شباب احنا بقى ايه نلبس الست ام التلفاز. اي احنا الست ام التلفاز دلوقتي. ماشي بعد كده يا شباب هنعمل لايك عشان نبتدي المعركه. يلا يا شباب جاهزين؟ بص حتى ده ورا ظهرها. 3 2 1 جو. خد يا وليه خد يا وليه اديله اديله. يلا يلا يا رجاله هنجيبه. انا خرجت منها من غير قصدي. لا موتتني. روح روح اضربيه. طيب روح اضربيه روح اضربيه روح اضربيه روح اضربيه روح اضربيه. مين هيكسب مين هيكسب مين هيكسب؟ هو كسب. الراجل ده قوي الراجل ده قوي. العملاق بتاعهم قوي يا شباب. العملاق ده قوي. لازم نشوف له حل لازم نشوف له حل. امشي 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 شيل. لا 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 العملاق ده قوي. العملاق ده قوي بجد. انت قوي انت راجل قوي. لا بامانه قوي ده قوي قوي قوي. تعالى بس كده نركنه ورا كده عشان ده كده هيعمل لنا مشاكل. انا هجيب فرقه من الست ام التلفاز مكونه من 3 بس. انا مش طماع انا مش طماع ولا اي حاجه. انا هجيب 3 من الست ام التلفاز والبسها. ماشي يا ست ماشي عشان المؤامره اللي حصلت على بمبام دات. يلا يا شباب 3 2 1 يلا شباب هجوم 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 هجوم. ايه حصروه حصروه. بيضرب بالمسدسات بيضرب بالمسدسات. اتو خد يو خد يو. مات كده شباب. يبقى العدل. عايزين بقى نشوف قوته ضد عبد المنضو لوحديهم. ماشي يا شباب. يعني ايه قوته ضد عبد المنضو لوحديهم؟ يعني انا هجيب ست ام التلفاز. ايه ده نسيت اوقفها. المؤاخذه المؤاخذه المؤاخذه. هنجيب يا شباب الست ام التلفاز. ثانية يا احمد ثانية يا احمد فين؟ هي الست ام التلفاز. فين؟ ونجيب الراجل ابو بطيخة صيفي حمرة دوت اللي هو خضرة قصدي. ده عايزين عملاق مش ده؟ ايوه اهو. تعالى بقى يا معلم نلبس ديت. انا هلعب واحدة بس وهو يلا يا قوم قوم. ايه ده لسه ما اشتغلش؟ قوم 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 قوم. ولا لا كده هيموتني كده هيموتني. استنى بقى انزل عليه. ووب خد دي خد دي كمان وخد دي كمان وخد. مش هديله فرصه يضرب المسدس. خد دي. هو اتحشر ولا ايه؟ خد دي كمان. مات. انا لوحدي جبته يا شباب.
طيب دلوقتي شباب هنعمل معركة ما بينه هو وست ام التلفاز لوحدهم بدين عبد المنعم متدخل لان انا اتحكمت فيها فنطيت بقى وعملت شوية مهارات كده. تمام يا شباب هنعمل ايه بقى يعني هنعمل ايه نعمل كده هي فين اهو هو ده ونحطه قدامه الست على طول عشان ايه تهجم على طول يعني ميبقاش فيه فرصة. يلا يا شباب جاهزين 3 2 1 اوبا بدأت الحرب هي طيارته وهو ضرب هو لما بيبعد الشباب بيبقى قوي هيفضل يضرب فيها من بعيد لحد ما يموتها. غوريا بتجري ورايا انا ستوب ستوب فركش فركش بتجري ورايا انا المغازة الشباب هي هو لما طار جريت ورايا انا هو لما طار جريت ورايا انا لا ماشي يلا 3 2 1 هم بقى يتخانقوا بقى مع بعض انا هبعد بعيد خالص اهو انا هبعد بعيد نتفرج من بعيد هي بتجري عليه ثبتته حرقته بتديله ضربه هو طيارها ماتت شفت هو الشعاع بتاعه ده قوي. طيب يا شباب المعركه يا شباب اللي جايه ديت انا هجرب العب بيه هو بقى يعني انا هجرب العب بيه يعني ادوني فرصتي العب بعملاق هنزل قدامه 6 ام التلفاز ماشي انا هسوقك يا معلم لو ينفع يعني لو ما عندكش مشكله عملاق ولد عملاق بيضرب بالمسدسات على كده بيضرب يا شباب المسدس يلا يا شباب كده 3 2 1 تعالى يا ست تعالى يا ست خدي دي يا ست ماتت اوبا لا طب انا هلعب ضد جيش 6 ام التلفاز ده شكله قوي يا جدعان شكله قوي يا جدعان يستاهل لايك والله العظيم يستاهل لايك استنوا كده الشباب اوبا 6 ام لا 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 استنى يا ولي استنى يا حاجه استنى يا حاجه هوب 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 10 ام التلفاز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ضد واحد بس من الراجل الايفل دوت تعالى كده برسيد ابتدي يا معلم العركه خد يلا خدوا كلكم ماتوا كلهم ماتوا 10 بضربه واحده يا شباب من 6 ام التلفاز موتت ال 10 من 6 ام التلفاز بص الشباب كلهم ماتوا ازاي اوف يا عم لا 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 بصراحه شباب الراجل ده قوي جدا الراجل دوت هياخد الترند في اللعبه دي ده طلع قوي خارق العملاق بتاعهم ده خارق للطبيعه خارق لكل حاجه. طبعا يا شباب مش هنبعد عن العنوان الاساسي للفيديو بتاعنا وهو المعركه بتاع بمبان فاحنا يا شباب دلوقتي هنجيب بمبان تمام بعد ما نجيب بمبان هنعمل بقى ايه هتشوف يا شباب هنعمل ايه انا مش عارف هنعمل ايه بس احنا هنعمل جيش عملاق جدا من بمبان جيش عملاق جدا مكون من ايه المعلمة الشريرة اسمها ايه دي بالولينا يا جماعة اللي يعرف اسمائهم يقولهم لي طب دي اسمها ايه طيب احنا قولولي الست ام ابيض اسمها ايه وقولولي اسمها ايه ما ممكن يكون اسمها كان اسمها بلالينا بندلولينا بندلينا حاجة زي كده ونجيب الراجل الصغير ده ونجيب ده ونجيب الوحش الاخضر الاصفر ونجيب الاصفر ونجيب العنكبوت ونجيب الطائر ونجيب الحلزونة بس اوبا لا جبت نص شخصية مين هنا ايه ده ابو كيرس انت حامل يا ده حامل انت كمان مش حامل ليه ده حامل ده ايه ده طيب حامل حامل ده شكله مجنون يا شباب والله هنجيب من الاخطبوط ديت كتير يا شباب عشان شكلها قوية وبعد كده يا شباب هنجيب من العنكبوت دوت عشان شكله قوي يا شباب اوه ماي جاد بدأت ابني في الجيش العملاق لسه بدري والله لسه بدري والله بص 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 بقى الحلزونه يا ام الحلزونه الشريف باتمان انا مسميه باتمان يا شباب ما حدش اللي اتفرج على فيديو بمبان اللي انا منزله هيفهم الجزء الاول والثاني من الحلقات بتاعت الجزء الرابع يعني بارت 1 و 3 برضه عادي يعني هناك هتفهموا ليه انا مسميه باتمان الحارس الجميل الذي مين ده؟ ايه ده؟ اوه ماي جاد والله ما كنت شايفك يا عملاق انت قوي يا عمر انت الله طب مين ده ايه ده الكتكوت الكتكوت الصغير الله ده في ناس جميله هنا والله يا شباب الكتاكيتو الكتاكيتو كت كت كتكوت استنى بقى نجيب عملاقين ثلاثه من دوت عشان خاطر ايه انا كده بدات احس ان جيش بمبان ده قوي وممكن يعمل حاجه جيش بمبان قوي وممكن يعمل حاجه اوبا يلا جيش عملاق جدا لسه ما خلص لسه تعال يا شباب نزوده شويه ابطال ديب 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 ديب, ديب. خد دي بقى خد انت دول كمان اوبا يا عام اوبا يا عام اوبا يا عام ايه ده في حد نزل غلط الماوس هات البرتقاني دوت مش تبعهم بس قشطه هات الحلزونه اوبا يا عام اوبا يا جدعان جيش كبير قوي يا جدعان دي ده اللعبه الجهاز هيفرقع دلوقتي
تعالوا بقى يا شباب نشوف هنحارب بمين، تعالوا نشوف مين في التيفي يشوف شرف المحاولة ديت، ولا بلاش تيفي نخليه ضد جيش هاجي واجي. لو انتم عايزين نعمل معارك تانية ما بين جيش هاجي واجي وبنبان وصلوا الفيديو دوت 30,000 لايك. بص شباب احنا ممكن نعمل نجيب التيفي من، لا عايزين نجيب القوي وريني، لا بلاش ده ما هنفخهم بضربة خارقة. تعالوا نلعب بالعادي بتاعهم دوت، تمام دوت راجل عادي بحجمه الطبيعي، هنشوف قوته وهنشوف مهاراته ضد جيش بان بان العملاق. او ماي جاد كل ده يا شباب جيش لبان بان، اوف ده اكتر جيش لبان بان حصل في اليوتيوب كله. اوبا يا عم تخيلوا يا شباب لو بان بان الحقيقيه فيها كل الجيش دوت، اوبا ده في واحد بس من الراجل دوت الشباب بيخرب الدنيا. تعال بقى يا شباب شوف قوه رجل التلفاز الحديد ده، حديد يا جدعان ده ما بيتكسرش. هذا كده يا شباب ندي له طلقه كده في دماغه بيو، المغزى كبير المغزى، انا هطلع فوق هنا اتفرج، اتفرج من بعيد عشان ما اتعورش. ايه استنى بقى كده اوب، ايوه اقف هنا عبد مندو، ايوه اقف هنا. يلا 3 2 1 يا شباب اعمل لايك ليتس جو. اوه ماي جاد انا مش شايف حاجه، انا مش شايف الراجل ادعك بس هو عمال يضرب المسدسات اللي انا شايفه. يا راس التلفاز يا جيش بنباقي ده في حاجه هناك. ده ملناش دعوه بيها، ثواني كده يا شباب. ايه ده في حد هنا يا شباب؟ اوه قتلوه، انا شلتهم يا شباب بس عشان اعرف اشوف جثته. تعال كده نشوف جثته عامله ازاي. انت يا ابني انت استنى تعالى خاتك، تعالى في النور، تعالى في النور ده انا هسحلك دلوقتي. تعالى في قاعد شكله مرعب حتى هو ما تعمل كده ليه يا ابني انت عادل الروب بتاعك دوت. استنى بس كده وقف كده، وريني وشك ده، الصلاة على النبي الصلاة على النبي، ايوه كده يا باشا وريني كده حلاوتها يا معلم الحلاوة دي. ايه ده ايه المسدسات دي؟ طلع لي مسدسات في رجليها يا شباب. ايه ده الصلاة على النبي الصلاة على النبي، ايه ده ايه الحلاوة دي؟ ايه الطعامة دي؟ ايه الشياكة دي؟ عامل ايه يا معلم؟ كله تمام يا معلم؟ فخوك يا معلم؟ بص يا جدعان راسه عاملة ازاي؟ اوف يا عم لا قلب بنبان كيس بس كان وش كبير يا جدعان. طبعا يا جدعان يعني ده لو جه منه جيش ده مش هيبص مش هيرحم حد مش هيرحم حد. تعال يا شباب نختم الفيديو باحلى معركه هتحصل النهارده. طبعا انتم عارفين انا دلوقتي بفكر في مين يا شباب، طبعا ما دام قلنا احلى معركه يبقى بنفكر في مين الشاطر اللي هيقول في الكومنتات من قبل ما ابتدي. ها بفكر في مين؟ معاكم 5 ثواني للاجابه، 1 2 3 4 5 بفكر في عم رمضان. ايوه يا شباب في عم رمضان الملك. تعال يا شباب كده ايه لما اوصل نسيت اوقف اللعب. اهم حاجة يا شباب تكونوا عملتوا لايك لان المعركة دي تستاهل يعني. هنزل يا شباب منه واحد من دوت، هخليه واحد ايه، نزل 3 نزل 4 الملك ما بيهبش. ايه ده ده جه غلط، ده نزل 5 نزل 6 نزل 7 الملك ما بيهبش. طبعا يا شباب احنا هنجيب الملك بتاع عم رمضان وهنجربه في المعركة ديت. لو انتم عايزينه يا شباب يعمل معارك تانية اكتبها لي في الكومنتات عايزين ايه معارك للملك، لانه كده كده ما بيخسرش ما بيخسرش يا حلاوة. رسمت الضحكة على وشك. تعالوا شباب بقى ايه نجيب انا اصلا نسيت هو فين، يعني انا اصلا شباب ناسي الملك فين. بص شباب كان هنا ثانية واحدة كده، وها هو الملك يا شباب. ازيك يا ملك؟ ازيك يا ملك؟ بقول لك اجري عبد مندو اجري عبد مندو. اول حاجه يا شباب اهم حاجه يكون عملتوا لايك للفيديو دوت عشان خاطر المعركه القويه ديت هتبتدي 3 2 1 يا شباب يلا بينا. اتفرج يا معلم اتفرج واستمتع يا معلم. الاول 2 طاروا، واحد وقع واثنين طاروا، ودول شغالين يا معلم بالمسدسات تخ تخ تخ، وادوا الاشعه الخضراء بتاعتهم وادوا الاشعه الخضراء ولسه ما حصلهوش حاجه. ودي واحد بالنص وقعه، التاني استخبى تحت، عم رمضان بيلف له، عم الملك بيلف له، الملك بيلف له، الملك رايح له في الطريق، الملك اخد كميه طلقات في جسمه يا شباب استحملها، الملك طياره طلقه فوق الكوبري. انا ذنبي بتضربني ليه يا ابني انت بتضربني ليه؟ طب هات لي حق يا ملك، هات لي حق يا ملك. ملك طيب تعالى بقى كده انا 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 هعلمك الادب، تعالى له هنا يا ملك في الارض، تعالى هنا يلا بقى يلا. هربان من الملك ومش عايز يوصل له. ايه ده؟ هو بيعمل كده ليه؟ هو بيعمل كده ليه؟ الملك السلام جيف مي فايف كينج جيف مي فايف مان ليتس جو بيبي ليتس جو. اديني كفك سلم عليا ده انا عبده برضه صاحبك.
يا ابني ده انا صاحبك ولا عشان انا لابس لبس محمد سهل هتبقى زعلان يا عم. انا مش بحروق يا عم. اجري عبد مندو، اجري عبد مندو، اجري عبد مندو. الراجل ده مش ناوي على خير. اجري عبد مندو، اجري عبد مندو، اجري عبد مندو. الراجل ده مش ناوي على خير عبد مندو، الراجل ده مش ناوي على خير عبد مندو. هات عربيه بسرعه، هات عربيه بسرعه. اركب جاي جاي جاي. اركب عبد، اركب عبد. اجري 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 اجري. اعمل لايك، اعمل لايك. اجري اجري. العربيه المشلوله ديت. اجري 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 اجري. خفت انا، خفت انا، خفت. ايوه انا هرب. الحمد لله الحمد لله كده نقدر نروح ساعه المعركه ونختم الفيديو. زمان ونام، زمان ونام. صح جاي جاي. انا سامع صوته، انا سامع صوته، انا سامع صوته، انا سامع صوته. لا 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 لا. اخر اللعبه كده بسرعه يا شباب، هنزل اختم الفيديو. اوكي يا شباب، خلص ساعات النهارده. يا رب تكون عجبتكم وصلكم. استنى استنى يا عم رمضان، استنى بختم الفيديو. استنى يا كينج، استنى يا ملك، استنى يا ملك. اجيب بس الكاميرا، اجيب بس الكاميرا، اجيب بس الكاميرا. اوكي يا شباب، خلصت حلقه النهارده. يا رب تكون بسطتكم واسعدتكم. كان معاكم عبدو بطوكو بطو، والنهارده كانت في معركه حلوه جدا وقويه جدا بين البابين وقالت راس التلفاز. اهم حاجه تكون عملت لايك واشتركت في القناه وفعلت زرار الجرس. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام. تعالى بقى ايه نشوف الراجل ده، عشان انا تعبت منه. انت فين يا راجل؟ انت اللي مش مخليني عارف اعمل النهايه بتاعت الفيديو بتاعي. هو فين؟ هو فين بيصوت؟ فين ده؟ هو فين؟ هو فين؟ انا سامعه جنبي. انا اهو اهو اهو. خد بقى، تعالى ورايا، تعالى ورايا. ليتس جو بيبي، ليتس جو بيبي. الامبو خمره يا رجال. سلام.